بسم الله الرحمن الرحيم. مين فينا مش بيحصل لها الموقف ده؟ نبقى لسه مستحميين واخدين شاور ونضاف زي الفل، ونبقى قاعدين عمالين نشمشم كده، شامين ريحة مش حلوة. الريحة دي من شعرنا، من ودننا، من مناخيرنا، منين ولا منين ولا منين. جسم البنات والستات في أماكن بتطلع ريحة مش حلوة. طيب نقضي على الريحة ولا نقضي على سبب الريحة؟ نقضي على سبب الريحة. يعني مثلا وانت قاعدة تتفرجي عليا دلوقتي وعملتي كده على ودانك وشميتي، غالبا هتشمي ريحة مش حلوة. كملي معايا الفيديو عشان تعرفي ازاي تتخلصي من سبب الريحة، مش الريحة نفسها. فيديو هتسمعوا فيه كلام لأول مرة غالبا هتعرفوه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل الحلوين. فيديو جامد جدا هنتكلم فيه عن الأماكن اللي موجودة في جسم البنات والستات وبتعمل ريحة مش حلوة، والموضوع ده عندنا كلنا. الريحة اللي مش حلوة بيبقى سببها الفطريات والبكتيريا. يعني من العقل كده إن احنا نقضي على سبب الريحة دي، مش نقضي على الريحة نفسها. طب هنمسك كده من فوق لتحت. اول حاجة شعرنا، طبيعي ان شعرنا يعمل ريحة لو قعدنا كذا يوم ما نغسلوش. بالنسبة للبنات والستات اللي شعرهم جاف، ممكن بتغسلي شعرك كل 6 7 ايام، يعني مرة في الاسبوع للناس اللي شعرهم جاف. لكن اللي شعرهم دهني او شعرهم عادي، اقصى وقت ممكن ان احنا بعدين نغسل شعرنا هو 4 5 ايام. يعني غالبا خامس يوم ده لما تيجي تغسلي شعرك هتلاقيه مدهن وريحته مكمكمه. طبعا ايه كمان، خصوصا للمحجبات اللي احنا بنبقى رابطين شعرنا بره البيت مده، او طول اليوم في الشغل او طول اليوم في الجامعه، فبنربط شعرنا مده طويله، فيعني ايه ريحه الشعر بتبقى مكمكمه. فلازم ان احنا اقصى حاجه نغسله بعد 5 ايام. طيب لو في قشره في شعرنا، القشره نوعين، قشره مرضيه ودي لازم نروح لدكتور الجلديه ونمشي على علاج معين، او قشره موسميه اللي هي بتجينا بين الصيف والشتاء والربيع، واللي هي والتنقل بين الفصول دي، ممكن بنستخدم شامبو طبي ضد القشره، وكمان بنستخدم اللي هي الزيوت العطريه اللي بتساعد على تنظيف فروه الراس. يا جماعه يا بنات، الزيوت العطريه دي سحر، وممكن تغيري حياتك وجسمك بالزيوت العطريه. طبعا لو حابين نعمل فيديو للزيوت العطريه مخصوص باذن الله ان شاء الله اعمل لكم. طيب افضل زيت لفروه الراس عندنا، بصوا بقى اعملوا سيرش كده وشوفوا كل الزيوت العطريه اللي بتقضي على الفطريات والبكتيريا ممكن نستخدمها لكل جسمنا وللقضاء على الفطريات والبكتيريا في كل جسمنا. يعني زيت شجرة الشاي، زيت الزعتر، زيت الروزميري، زيت النعناع، كل الحاجات دي بتعمل نظافة لفروة الراس وبتعمل تنشيط للدورة الدموية. طيب الزيوت العطريه ديت لا تستخدم على البشره مباشره، يعني مفيش واحده تجيب لي كده زيت نعناع زيت ليمون وامسكها واحط على فروه راسي. الزيوت العطريه لا تستخدم على البشره مباشره لانها بتسبب التهاب، ولازم بتتخفف بنسبه 1:10 على عشان نستخدمها على بشرتنا. يعني ايه كده، سهل لنا الامور يا ياسمين. يعني لو حطيتي نقطه مثلا زيت زعتر زيت روزميري، بتحطي قصادهم 10 نقط من اي زيت خامل، يعني زيت مش بيحرق في فروه الراس زي زيت اللوز او زيت الجوجوبا. ودي حاجه بسيطه قوي، ان احنا بنجيب اي ازازه عندنا كده ونحط مثلا ايه قطاره وعشر قطارات، نقطه وعشر نقط، معلقه وعشر معالق، وبنستخدمها بقى في كل جسمنا. طب الزيت المناسب لفروه راسنا هو زيت النعناع، ادي ده كده اهو اللي هو البيبرمنت بنستخدمه لفروه راسنا، بنخففه مع اي زيت عطري زي مثلا زيت اللوز او زيت الجوجوبا، ونبدا كده نحطه على اطراف ايدينا ونعمل فروه راسنا، وبعد كده نسيبه مثلا ايه 2 3 ساعات ونغسل شعرنا. لو استمرتي على الوصفه دي لمده شهر، فروه راسك نظيفه، شعرك حيوي، مفيش قشره، مع شامبوهات المضاده للقشره. ننزل بقى تحت كده منطقة المناخير، مع الوضوء احنا بننظف مناخيرنا. لو في حد في مناخيره ريحة مستمرة مش حلوة، لازم بيروح للدكتور انف واذن يشوف ايه المشكلة اللي في مناخيره. لكن مش طبيعي ان احنا ريحة مناخيرنا تبقى مش حلوة، يبقى لو في مشكلة في مناخيرنا بنروح لدكتور انف واذن وحنجرة، ولازم بيشوف المشكلة هنا لوز، ايه المشكلة اللي عندنا كده، جيوب انفية، ايه المشكلة ويعالجها.
المحلول الملح اللي هو بنحطه لما بيبقى عندنا برد ده، ده محلول ملح حلو جدا. ممكن الناس اللي عندها دي دايما تستخدم المحلول ده، محلول ملح ما فيهوش اي حاجه، لان محلول الملح ده بينظف المنطقه دي كده. ايه يا بنات، وفي حاجه كمان بقى للناس اللي بشرتها دهنيه زيي واللي مناخيرها دهنيه جدا جدا جدا، لازم كل اسبوعين بنعمل تنظيف لمناخيرنا، لان المناخير الدهنيه دي بتعمل ريحه مش حلوه. انا بتكلم معاكم زي اخواتي وبتكلم معاكم بمنتهى الصراحه، وبجيب لكم الحاجات اللي مش كتير بيتكلموا عليها. دايما الناس اللي مناخيرهم دهنيه لازم كل اسبوعين ينظفوها، لان تراكم الدهون دي جوه المناخير بيعمل ريحه مش حلوه، ولازم تتنظف كل اسبوعين بتونر كده وتنظيف وغسولات وسكراب عشان ننظف خصوصا منطقه المناخير. نيجي بقى لأهم حتة في وشنا للأسف بتعمل ريحة، وبنات وستات كتير مش واخدين بالهم منها، خرم الودان. طبعا انا النهاردة ربطت لكم القمطة دي عاملة كده ايه بني، لاني حابة ان وداني والحلق يبانوا. بصوا يا بنات، خرم الودان بيعمل ريحة، وانا كنت فاكرة زي ناس كتير كده ان الحلق هو اللي بيعمل ريحة. لأ، خرم الودان هو بيعمل ريحة، لان خرم الودان بتنمو فيه نوع معين من البكتيريا بيعمل رائحة كريهة. تاني هعيد المعلومة، خرم الودان بيعمل رائحة كريهة مش الحلق، لان خرم الودان بينشط فيه نوع معين من البكتيريا له رائحة كريهة. يبقى الحل ايه؟ ان انا اضيع الريحة، اضيع سبب الريحة، ولا اضيع الريحة؟ اضيع سبب الريحة. وياريت بقى تشيلوا من مخكم كده الكحول والسبيرتو والبرفان والبادي ميست والكولونيا دي، عشان ننظف بيها الحلق، مش عشان نحطها على ودننا ونعمل جفاف لودننا وما بتعملش اي حاجه. وانا زي ستات كتير قوي كنت من فتره كده بنظف الحلق بكولونيا واحط هنا كولونيا، وكان بعد يومين الريحه ترجع تاني وملهاش اي حل. يعني انا لو دلوقتي كده وانتوا معايا دلوقتي عملتي كده على ودانك وشميتي، غالبا هتطلع ريحه مش حلوه. طبعا ما تقفليش بقى الفيديو، كملي الفيديو لحد الاخر عشان تشوفي يعني هنحلها ازاي. وبعد ما نخلص الفيديو قومي اعملي كده حمله نظافه شامله على جسمك. والبنات ده عند يعني الموضوع ده عند كل الناس. طب انا لو عملت كده، لو عملت اهو كده قدامكم، هعمل كده كده وافرك وداني واعمل كده، هشم ريحه وحشه؟ لا يا سلام ياسمين، يعني انت مش ست يعني زينا وريحه ودانك برضو بتعمل ريحه وحشه؟ ايوه طبعا بتعمل ريحه وحشه، لكن انا عملت الحل اللي يخليني على طول الحمد لله كده ريحه وداني حلوه. ليه بقى؟ عشان الستات المتجوزه، انت في اي يعني انت ما تعرفيش امتى جوزك هيحب يقعد يوشوشك يقول لك كلمه في ودانك، هيحب مش عارفه يعمل لك ايه، فانت على طول تبقي مستعده. كلنا طالعين عينينا في الشغل والمطبخ والعيال والبيت والطبيخ وكل ده، بس الست متجوزة لازم تهتم بنفسها، عشان انتوا عارفين الدنيا فيها ايه والرجالة والاوضاع دي يعني. فلازم دايما الست دي تبقى ريحتها حلوة، خصوصا يعني ايه جوزك حب يقعد يقولك كلمة في ودنك يعني. اوكي، كلمة في ودنك مش في حتة تانية. فخلينا كده ايه مركزين مع بعض. طيب انا عملت ايه بقى عشان اخلي دايما ريحة وداني حلوة؟ اولا الحلق المخرطة ده، انا مش عارفة بقى بيسموه في دول تانية ايه، اللي هو الحلق اللي ده مش بيعمل ريحه قوي. طب الحلق بقى اللي بيعمل ريحه وحشه جدا اللي هو الحلق البريمه، عارفين انتوا شكل الحلق البريمه، انا هحاول اركزه لكم كده، طبعا انتوا عارفينه. الحلق البريمه ده بقى بيعمل ريحه وحشه جدا، ولازم لازم لازم كل 3 ايام تفكيه وتنضفيه كده بفرشه سنان او ترشي عليه برفان. الحلق البريمه هو انا قلت هو ده اللي بيعمل، وخصوصا لو في تجويف كده من جوه على شكل قلب على شكل ورده بيعمل ريحه وحشه جدا. يعني لو ما شلتهوش كل 3 ايام بيعمل ريحه صعبه صعبه. والستات بقى كده الانيقات الجميلات اللي واخدين بالهم كده ومركزين مع نفسهم ومع جوازهم، ما تلاقيش ابدا الست تدخل تنام جنب جوزها وهي لابسه الحلق، تروح كده قاعده على التسريحه وفك الحلق ومنظفه هنا وحاطه كده مرطب ريحته حلوه. الستات بقى الناصحه اللي واخده بالها من نفسها، وانا عايزاكم كلكم ناصحين كده وكلكم شاطرين، تلاقيها كده وتدخل جنب جوزها وودانها نظيفه، عشان يعني ايه لو حب ايه يعني يقول لها كلمه في ودانها. اوكي طبعا انتوا فاهمين. فطب ايه الحاجه بقى اللي انا عملتها وحاجه ساحره وبستخدمها بقالي اكتر من سنه ومتاكده انها تجيب الخلاصه، وانتوا عارفيني متعودين مني بحب اجيب من الاخر. طب زيت شجره الشاي، ادي اهو تي تري اويل، زيت
شجره الشاي ملوش علاقه بالشاي، هو زيت بيجي من استراليا. الازازه دي انا كنت جايباها من نفرتاري، هي للاسف مش موجوده في امتنان، امتنان مش بيبيع زيوت عطريه، انا جبتها من نفرتاري، موجوده في افريكانو وموجوده في ذا بادي شوب، لكن طبعا اسعارها فظيعه. دي انا كنت جايباها اهي مكتوب حتى عليها 171 جنيه تي تري اويل. طبعا هي غاليه لكن هي هتقعد معاكي سنين السنين. طب احنا مش عايزين نجيب زيت شجره الشاي لانه غالي، هنجيب زيت نعناع، زيت روزماري، زيت زعتر، اي زيت عطري ليه خاصيه القضاء على الفطريات والبكتيريا. الهدف كله من الزيت ده يا بنات ان هو يقضي على الفطر او نوع البكتيريا اللي بينمو هنا وبيعمل لي الريحه الوحشه. ادي زيت شجره الشاي، هاتي اي انت زيت عطري معاه زيت جوجوبا او زيت لوز، وبجيب ازازه زي دي كده وبحط ايه، وبحط مثلا 10 قطرات زيت جوجوبا، 10 قطرات زيت جوجوبا او زيت لوز او اي زيت كده حلو للبشره، واحط عليه 3 نقط بالظبط. انا بتكلم اهو بالقطاره، بصوا يا جماعه بالقطاره. انا عايزه اقول لكم ان انا عندي علبه كده، دي اسمها علبه الزيوت العطريه اللي عندي، في كل فيها الزيوت العطريه اللي بستخدمها. ولو حابين ان احنا نعمل فيديو طبعا قولوا لي، هعمل لكم حته فيديو ملوش حل. يبقى بحطه كده وبروح واخده، بفتح كل يومين بروح بصوا فاتحه الازازه وعامله كده. يبقى ده ايه؟ ده زيت شجره الشاي مع زيت جوجوبا، 10 قطرات زيت جوجوبا وعليهم مثلا 3 نقط، نقطتين من زيت شجره الشاي، زيت زعتر كده، واروح عامله على وداني كده وانا لابسه الحلق اللي هو المخرطه ده. لو الحلق التاني لا، بتفك الحلق البريمه، تنضفي الحلق بكلونيا او سبيرتو او كحول او كحول او اي حاجه، لكن ده كده اعمل كده على وداني، اعمل كده من جوه وداني، اعمل كده في الاطار اللي هو ده. ممكن نستخدم طبعا بعديها بمنديل كلينكس، بعديها بالودانه بتاعه الودان، كل المنطقه دي بقى. ولا تقولي لي رؤوس سودا، ولا تقولي لي ريحه وحشه، ولا تقولي لي في مش عارفه ايه ورا الودان، حاجه كده بتبقي فل على ضمانه ياسمينه، وانتوا عارفيني بجيب من الاخر. لو عملتي الموضوع ده عمرك عمرك ما هنا ودانك ولا جوه ودانك ولا حبوب تطلع ولا رؤوس سودا تطلع ولا اي حاجه، وايه ريحته كده منعشه وريحته كده حاجه يعني ايه جميله. خلاص يبقى احنا كده ايه حلينا مشكله دي. اكتر مكان على فكره بيطلع. بعد كده ننزل لتحت، عندنا ايه؟ عندنا الاندر ارم وعندنا تحت الصدر. طبيعي مكان كده تحت الصدر يعمل ريحه، نفس الشيء اللي انت عملتيه هنا. الخلطه دي يا بنات تستخدميها لاي حته في جسمك طبعا بطرق مختلفه هتجيب. يعني انت مثلا خدتي شاور فيها ايه، ان انا اروح عامله كده بالزيت ده وعامله من تحت صدري، بس انشف الميه كويس، هننشف الميه عشان ما يبقاش فيه رطوبه، واعمل كده من تحت صدري. لو حضرتك عملتي سيرش على زيت شجره الشاي او زيت الزعتر او زيت الروزميري، الحاجات دي الزيوت دي تقضي على الالتهابات. كتير جدا من البنات والستات تلاقي تحت صدرهم ملتهب، تحت صدرهم محمر، سواء بقى هو بيعمل التهاب وحمار وبيعمل كمان ريحه. جربي خلطه الزيت السحري اللي انا بقولك عليه ده، ولا تقولي لي بقى ريحه تحت صدرك، ولا تقولي لي التهابات، ولا تقولي لي اي حاجه. تنفع تحت الباط، تنفع تحت الباط زي ما انا قلت لكم، نحط مثلا 10 معالق 10 قطرات عليها نقطتين فقط عشان الزيوت العطريه حاميه. وطبعا ايه بنعمل كده، المكان تحت الباط لازم دايما ما فيهوش شعر، لازم دايما نعمل حمام مغربي، وبنستخدم مزيلات العرق اللي هي خاصه بالمنطقه دي وبتفتح، زي مثلا دوت ايه ستار فيل وايتنينج حلو قوي، في برده في بيز لاين برده للمكان ده، بس طبعا الاسعار ايه متفاوته وكل واحد ايه ومقدرته. طبعا عشان الفيديو ما يطولش عليكم، احنا كده في الفيديو ده خلصنا لحد النص ده. الفيديو الجاي هكلمكم على منطقه البيكيني ومشاكل منطقه البيكيني، استنوني فيديو جامد جدا. طبعا مش هوصيكم بقى لايك وشير وسبسكرايب وتعليق حلو منكم، بحبكم.